جاي عبالك تاخد مصاري؟ لحتى تاخد هدول المصاري بدك تنفذ لي طلب. شو الطلب؟ طلب إنساني. رح تاخد مكان شخص. اسمع، بدك تعمل تمثيلية. كيف؟ ما فهمت شو بدي أعمل. بدك تلعب دور الشيخ يا ابني. الشيخ جامع يعني؟ بدك تعطي فتوى لبنت. شو أنتوا عم تمزحوا معي؟ لا تفكر بالقصة. أنا مستحيل وافق على هيك شيء. ما بدي الله يعاقبني على التصرفات السيئة. رح نفتي على كيفنا؟ يعني تمثيل، تمثيل، إيه عادي يعني. هذا عمل خير ما هيك؟ يعني ما راح يعاقبنا الله على شيء مزبوط؟ تفضل من هون شيخي، تفضل أخي خيري. يا بنتي، إيه يا بنتي، هذا الشيخ سعيد، شيخ جامع، وهذا الشيخ بيخاف الله كتير يا بنتي. أهلا وسهلا. بوس إيده. الله يوفقك يا بنتي. تفضل ارتاح شيخي. شو بتحب تشرب يا شيخي؟ كاسة شاي. شاي. أنا رح أعمل. أنت خليكي، أمك بتعمله. يلا عادي، الشيخ جاي كرمالك يا بنتي. الشيخ بده يحاكيكي بموضوع. تفضل يا شيخي. اللهم اغفر لي يا رب. شيخي شو عم تقول؟ بنتي، سمعت انك محتارة بموضوع وانت عم تقولي لا، وكلمة لا مو منيحة. ليكي، المفروض تسمعي كلام ابوك وتنفذي اوامره. ما في لا عيب ولا حرام بهالشي اللي قاله ابوك. هاد الشي حلال، وانا شيخ ولازم تصدقيني شو بقول. وافي مو غلط. المسلمين لازم يساعدوا بعضهم، لكن هاد واجبك، واجبك. والله محلل هاد الشي. اسمعي مني، اسمعي مني. هاد أبوكي ولازم تسمعي منه. ايه تسمعي. وهاد عمك خيري مع رأينا كمان. فهمتي شو قصدي؟ يا ربي، ما بعرف شو أعمل. عم يقولوا هالشي مو حرام، وإنه شرفي ما رح ينمس أبداً. أنا ضايعة ومحتارة يا ربي، شان أمي وأبي المسكين وأخي الصغير، مستقبلهم بإيدي يا ربي. تسنيم، تسنيم حياتي حبيبتي، لو سمحتي لا عاد تبكي. شلون يعني ما ابكي؟ شلون قلي؟ مديح خلص طلقني. شو هالحكي تسنيم؟ اذا طلقنا علاقة اهلنا رح تخرب، وابي وابوك رح يفصلوا الشراكة بيناتهم، رح تصير ضجة كبيرة بالبلد مو هيك؟ لو سمحتي روقي. لك شو هالزواج المسخرة يلي مبني كله على المصالح؟ كل هالمصاري اللي معنا مو قدرانين نجيب طفل يورثنا. كل الناس بتتزوج وبتجيب اولاد عادي، ليش هيك؟ ليش انا مو قدران اجيب طفل ضمه لقلبي وكون امه؟ ليش؟ حبيبتي، في كتير نسوان رح يلجأوا لتأجير الارحام، وبكره بتشوفي. هي البنت لانها من ضيعة هي ما فهمت، بكره منلاقي بنت تانية مثقفة وبتفهم شو عم نطلب منها. نحنا رح يصير عنا ولد من بنت بتفهم عقلنا. عائلتنا ما بينرفض لا طلب، وبحياته ما حدا قالنا لا يا بنتي، ودائما بنعمل الشيء اللي منحبه. كبار التجار والعائلات العريقة بهالبلد نزلوا قدامنا لسنين طويلة. متوقع من شقفة فلاحة قلنا لا؟ مستحيل. رح ترجع، رح ترجع أكيد. خلص انسي هاي البنت، دوري على غيرها. هاي البنت رح تعملنا مشاكل كتير بالمستقبل. أبدا ما حزرت. Thank you.
شو صار يا خيري؟ اجوا معي يا خانو. كنت بعرف انك رح ترجعي. احكي مع الدكتورة خيري لنبلش بالإجراءات فورا. لا تخافي. ايه الشغلة سهلة مثل شكة الدبوس، كل الدكاترة بيقولوا انها عملية صغيرة. ما رح تحسي فيها ابدا يا بنتي. بنتي ليش ما عم تحكي معي؟ ليكي اطلعي بعيوني. بنتي زهراء شو صار لك يا بنتي؟ أمي، أمي لا تبكي يا بنتي. مرحبا، كيفك؟ يلا خلونا نبلش، تركونا لحالنا مع الصبية. ما في خطورة أبدا. لا تخافي بالمرة، سكروا الباب وراكم. انتبه على حالك، إذا وقعت ما رح ساعدك لأني ما بصبح بنوم. بيكتت حسين، حسين يا حسين، حسين اسمعني. حاولي تساعديني، طلعيني اعملي شيء. حسين يا حسين، حسين. الحمد لله على سلامتها. شفتي يا بنتي القصة بسيطة، بعد 9 شهور رح تجيبي الولد، بس هاد مو ابنك انت، هاد ابنهن هن. طمنيني عنك، هلا انت منيحه؟ منيحه منيحه، لا تخافي. شكرا كثير زهراء، لو سمحتي انتبهي على ابننا، اغلى ما عنا صار عندك امانه هلا. احميه بكل قوتك. أنا شو قلت لكم؟ لازم تنتبهي من هلأ ورايح. شو بده يصير يعني؟ خليها تحس إنه في ولد ببطنها، يا خوفي بالأخير تحبه. لا تكون سخيف أكرم. أهلين فيكي ببيتك. أنتي هلأ مبسوطة وحدة من عائلتنا، ومن واجبنا نعتني فيكي. يلا تعال فوت حبيبتي. تفضلي. عم عليك، انتبهي. هاي الغرفة رح تكون إلك على طول، وشو بتحتاجي نحن رح نكون جنبك. احكي، عجبتك ولا لا؟ طيب ارتاحي، انت كتير تعبتي، بتكوني موجوعة، شو رأيك تتسطحي شوي على ظهرك؟ من اليوم انت صرتي الملكة بهذا البيت حبيبتي، مثل الملكة الأم بخلية النحل يلي بتعبي الخلية أولاد، كل شي بتتمناه بيحضر لعندها. يلا اضحكي شوي على الأقل. اضحكي يا بنتي، ليش عابسة؟ زهراء لما تضحك بتكون معجزة. لازم ترفع معنوياتها، ما رح نخليها تتعب طول فترة الحمل، ورح نلبي كل طلباتها، بدي إياها تكون مبسوطة. لا تخافي أبداً ماما، هي حامل بابني هلأ، وهاد حفيدي كمان، ويلي رح يحمل اسم عائلتي. مستعد ضحي بأي شي كرماله، لأنه هو مستقبلنا الوحيد.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.